حنا في التعاونيه ديالي مسوان لتاسات 1995 بشراكه مع منظمه يابانيه جيكا. عندنا التعاونيه اللي تيضرب بها المثال بانها هي الاولى على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، اللي عندها مداخل اللي هي مهمه كل عام تتكون عندها فوائد جد مهمه باش يستافدوا فيها المنخرطين على اساس التنميه ديال هذه المنطقه. ولكن للاسف من 2004 ملي طلبنا لهم بان هذه الفوائد خصها توزع باش يستافدوا فيها المنخرطين، ناضوا تيخرجوا لنا خساره غير اغتيات وهميه، تيديروا شي تقارير مزوره مزيفه وشي محاضر كلشي مزيف سميتو على ود يخرجوا حسابات ديالهم كما بغاو هما. نايضين تيديروا لنا دعاوي للمحاكم، تيطبقوا علينا شي مسائل ما تيطبقوهاش على روسهم، خصوصا المجلس الاداري ديال التعاونيه بتواطؤ مع الادارات المعنيه اللي مشاركه معها بحال الصيد البحري والتنميه والتعاون. نوضنا درنا عده شكايات لهذا الشيء، ودار واحد التقرير من طرف مصطفى بوشفره اللي هو مفتش التنميه والتعاون اللي معترف بعده خروقات، ما بين هذه الخروقات واحد البحث اللي دار والتقرير ديال مراقب الحسابات اللي دار وشار فيها لعده خروقات بحال هذيك الديون ديال الزبانه ودخلونا خرجوا لنا الضرائب، دابا دخلونا باش نخلصوا الضرائب اللي ماشي في الصح ديال التعاونيه. للاسف حتى واحد ما بغاش يدخل لجهه هذا المنخرط. عندنا بحال هذاك البنزين المدعم اللي كان تيجي بواحد الطريقه تيستافدوا فيه غير البزنازه للسوق السوداء، ملي تنضربوا دابا ولا عندنا واحد سميتو السوق ديال 40 طن ملي كان 20 طن، دابا ولا ليسانس تيضرب عندنا السيتيرنا تضرب حتى لثلاث شهور، كانت ثلاثة حتى الأربعة في الشهر اللي كانوا تيستهلكوا في لي إمسوان. لهذا تنطلبوا منكم تساعدوا معنا وتنشروا هذه المسائل ديالنا باش يكون التدخل ديال الوزارات المعنية في هذا القطاع هذا، ويترفع علينا الظلم من هذا الدعاوي اللي تتجينا من المحاكم من عن طريق المحامين ديال التعاونية والتزويرات. جاي كان واحد المجلس اللي هو داخل في التعاونية وتيقول بأنه غير قانوني، تيقولها هو براسه هذا الرئيس اللي قدم الاستقالة ديالو، عوضوا النائب الأمين المال هو اللي ولا رئيس، والرئيس اللي تقدم الاستقالة رجعوه أمين المال دون استشارة الجامع العام دون استشارة المنخرطين. هادشي كلشي وقع تحت رئاسة الرئيس الجماعة وخليفة القائد والمندوب الفرعي ديال الصيد البحري ديال إمسوان. هادشي اللي تيديروا زعما تنشوفوا غير قانوني، خص الناس يشدوا الحسابات ديالهم، خص يعطيوا الحسابات للناس ويرفعوا عليهم هاد المحاكم الظالمه. رغم الجمع العام اللي كان هنا مصطفى بوشفره كان المصادقه بالاجماع على وقف جميع المساطير والمحاكم اللي تجي لهم من المحاكم، وكان اعاده النظر في الميزانيه. رغم ذلك تنشوفوا الرئيس اللي تيقول بانه هو غير قانوني، تيقولها هو براسه تيقول بانه هو غير مؤقت، ولكن خرج الطوموبيل عاد كان في المحضر عدم المصادقه على الميزانيه، ولكن ما عرفناك اش من طريقه باش تيخرجوا الطوموبيلات وتيخسروا الفلوس ديال المنخرطين. راه هي اموال عامه، هذا راه مال عام، ما خصوش التدبير يكون فيه خص التدبير يكون عقلاني ويكون قانوني، ما خصش هاد الخروقات تكون في التعاونيه. ملي الناس فقر بحال هاد السيد اللي تتشوف هو معنا نيت لا صغير لا عكازه، راه تيتسنى الاستفاده ماشي الدعوه من المحاكم.